ينضم إلينا عبر سكايب من هناك الكاتب والباحث السعودي كامل الخطي. سيد كامل، مرحبا بك. خطاكم الشر أولا. الآن أهل القطيف كيف يتعاملون مع الأوضاع؟ في اشتراطات صحية احترازية مؤقتة مفروضة عليهم، تعاملهم مع فكرة العزل كيف هي؟ مساء الخير خالد لك والمشاهدين الكرام. طبعا فكرة العزل بدأ المواطنين في القطيف يستوعبوها ويستوعبوا ضرورتها. أمس لاق فيك، أمس حدث فيه نوع من الهلع أو تظهر الهلع بشكل رئيسي في الإقبال على المحلات بيع المواد الغذائية. لكن مع تأكد الناس بأنه حركة المركبات التجارية اللي تجلب المواد الغذائية والدواء إلى المحافظة مستمر، وفي ايضا في حرص من الاجهزه الحكوميه المعنيه بتطبيق الحجر الصحي على انسياب الحركه، تدريجيا بدا السكان المحافظه باستيعاب الحجر وبداوا يتعايشوا بشكل طبيعي مع هذا الوضع حاليا. جيد. الوضع العام يعني هل هناك تعاون في 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 عمل مشترك بين المؤسسات الحكومية في المجتمع المدني الوجهاء في القطيف في توعية الناس وتنفيذ أيضا خطة الحظر الصحي بشكل سلس وما يؤثر أيضا على أوضاع الناس وحياتهم؟ نعم، هذا الأمر قائم موجود، وده لاحظ المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي على وجه التحديد سيلحظ يعني حضور واضح للفعاليات الاجتماعية، وجهاء، كتاب، باحثين، أطباء مرموقين لهم قيمتهم العلمية بشكل متواتر متواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي للإسهام في نشر الوعي بين الناس وحث الناس على التعاون مع خطة الحظر اللي هي المقصود منها في نهاية المطاف محاصرة انتشار الفيروس لصالح المحافظة بدرجة رئيسية وبعدين لصالح العام في المملكة وللعالم في نهاية المطاف. مدى توفر الاحتياجات التموينية أيضا في القطيف في المحلات الموجودة فيه، خاصة أنه القرار يستثني كل شاحنة التموين القادمة إلى المحافظة؟ نعم، هذا أسهم بشكل كبير في أنه الناس استوعبت الفكرة بسرعة. يعني في فارق كبير في شعور الناس بين أمس واليوم، أو تفاعل الناس مع القرار بين أمس واليوم، الفارق مهول. أمس زي ما بدأت في بداية حديثنا، زي ما قلت لك بداية حديثنا، أمس كان في درجة من الهلع، اليوم تلحظ أنها زالت والناس رجعت تعيش، تتجنب طبعا التجمعات في الأماكن المغلقة، وتحث أيضا تحث بعضها على تجنب التواجد في أماكن التجمعات المغلقة، لكن فيما ما عدا ذلك الحياة اليومية سائرة بشكل طبيعي ولا تلحظ أي حالة من حالات الهلع. وأسهمت طبعا انسياب حركة المواد الغذائية والدواء إلى المحلات بيعها، أسهمت في تعامل الناس مع الحالة. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السعودي كامل الخطي، كنت معنا عبر سكايب من القطيف.